يقبل ديباند عليك. اليوم 2 أكتوبر 2023، متواجدين في غابة الصنوبر الحضارية حضرية بمدينة وجدة. تقريبا أشجار، واحد الأغلبية تاع الأشجار اللي كانت زالت العام السنة الفارطة، وهاد العام شو هاد الشجر تاع الكاليبتوس شوية شوية بعد قاوم هذا المرض وقاوم هذه الحالة تاع الجفاف. ولكن بالنسبة للأشجار تاع الصنوبر راه أكثر من 90% هنايا اللي كيشوفها الإنسان اللي قاس هذا المرض وقاس هذا الجفاف، وبالتالي خاص تدخل سريع باش نعتقو هاد الغابة. مشكلة هادي بزاف بروبليم كبير. كتموت الشجرة كيجيو تا الحشرة الأخرين كيستعملوها باش يسقوا.